البطوله دي مش مقياس قويه لا البطوله النسخه دي لا النسخة قويه بس البطوله بطوله دوري ابطال افريقيا بقالنا 10 سنين بتبتدي من دور الثمانيه مع احترامي من دور الثمانيه استنى بس استنى يعني بس. يعني دور المجموعات ده يعني الاهلي تاهله وان هيكون اول المجموعه ان شاء الله حتى بعد في الماتش الجاي كان اول المجموعات ده بنشوفه كان اول المجموعات في دور المجموعات ايه ما انت عندك ادي مثلا هل صن داونز لما يتاهل مجموعه فيها بيراميدز والفريق اللي سيبك من نوازيبه ده شيء يعني مبهر لصن داونز لا مش مبهر لصن داونز هل تصدر الاهلي المجموعه بس النسخه دي النسخه دي لا النسخه دي افرزت انديه قويه بس انت وبداوا لما يبقى يانج افريكانز وسيمبا تاني المجموعتين يانج ده كسبان شباب لوزاد 4 طيب ماشي يعني ده يعني في فرق كبير جدا بينهم لا 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 دعموا ده لا كره في تنزانيا تشهد طفره كبيره جدا بدليل ماشي. عندهم فريقين في دوري الابطال ماشي سيمبا ماشي. ويانج افريكانز سيمبا بقاله كام سنه بيخطط وبيمشي كويس لكن ويانج افريكانز نفس الحكايه ايوه بس بقى فيه اهتمام بيها لان جوائزها عليت وبقت يعني بقى التصنيف بتاعها بيأهلك للسوبر الافريقي ما اختلفناش يعني التصنيف اللي بتاخده من دوري مش مهم لا انا مش بطوله بقت قويه بقت قويه يعني قبل كده ما كانتش قويه لا قويه بس يعني السنه دي بالذات لا فيها متغيرات كتير عشان الفرق العربيه مش ماشيه باستثناء الاهلي لا ان الفرق الافريقيه يعني اللي انت بتقول ان كوت ديفوار او غانا السنغال او خرج السنغال فين السنغال فين الكاميرون لا الفرق اللي مسيطره على كره القدم في افريقيا واللي بتلعب مراحل متقدمه في كاس الامم الافريقيه مش موجود لها فرق على الساحه الافريقيه خلينا نتفق يعني منتخبات يعني لا السنغال مثلا منتخب السنغال بقاله كام سنه هو الافضل على مستوى القاره الافريقيه بقاله ما عندوش فريق بينافس في دوري الابطال لا ايوه هو ده انا بقى ده اللي انا بتكلم فيه انت محتاج ده في الكره المصريه احنا اتكلمنا لو تذكر في حلقه سابقه لا عدد اللعيبه المصريين المحترفين في اوروبا حاجه تكسف يعني انا حاجه تزعل صراحه ما هو وده لغات الانديه المصريه في نجومها لا 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 لا, 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 لا ثقافه اللاعب المصري هنا المشكله هنا لا انا لو لعيب وعايز اطلع بره هطلع بره انا لو لاعب عندي طموح ان انا احترف وافضل في اوروبا وثقافته ان انا افضل في اوروبا محمد لما قال لعب في الدوري الانجليزي وهفنش في الدوري الانجليزي مصطفى محمد تذكر قبل 3 سنوات كان عنده خلاف مع مجلس اداره نادي الزمالك عايز يمشي وهم لا عايزين يخلوه عايز يمشي مصمم يمشي ومشي وراح بقى واتنقل وجلطه سراي ويروح دلوقتي في نانت واحد من افضل اللعيبه اللي بتلعب في فرقه نانت طب اسمح لي اسال استاذ شريف لو محمد صلاح كان المقاولون العرب غالب سعره وقال لك لا ده الامل والمستقبل وبتاع عايز 10 مليون و5 كان يطلع لو صلاح اتنقل للدوري السعودي بالرقم اللي بتقال عليه 230 مليون يورو عارف المقاولين العرب هاخد كام؟ هاخد كام؟ طبعا المقاولين العرب هاخد كام؟ بتاع 50 مليون باين حاجه كده يعني هاخد 5% من ال 230 يعني كام؟ بالظبط 23000 دور برضه دور المواد الشريف حبيب في الموضوع ده كان حوالي 12 13 مليون يورو لسه يعني لسه لغايه دلوقتي بياخد من صلاح انت فاهمني بس خلي بالك مش كل الانديه بتفكر تفكير معقول أيوة برضه عشان برضه لا خلي بالك لا صلاح نفسه فكر صلاح نفسه انه يطلع من بازل تشيلسي يرجع فورنتيني بعدين روما بعدين يرجع تاني ليفربول الفكر والعقليه هي مش النادي انا لو لعيب عندي طموح ان انا اوصل واكمل مصطفى برضه نفس القصه مصطفى اوصل واكمل وعافر واحارب على فرصتي ما هو كان ممكن تريزيجيه بعد مثلا استون فيلا يرجع مصر لا فضل راح تركيا ده حساب له خلي بالك ده برضه نفس الموضوع اقل وحكى لي يعني نزل في دوري اقل بس معالي المحافظ الشريف حبيب قال لك بازل كان عايز يرجع محمد النني بعد اسبوعين وقال لهم اصبروا عليه فلوسه ممكن تاجلوها شويه بس ده هيبقى لعيب عالميين كويسين جدا ده فرق ادارات فرق وبعدين اصل المقاولين العرب ما عندوش جمهور بيضغط عليه ولا اعلام بيضغط عليه انت بعت ليه وبعدين يعني طموحه مش المنافسه قوي يعني طموحه في التوقيت ده ما كانش المنافسه قوي ما فيش حد بيضغط عليه غير الاهلي والزمالك لا لازم تتمسك بلاعيبتك ما تبيعش العناصر المهمه ومصلحه دي مشكله بص في نقطه عندك في الدوري المصري هرجع معاك للزمالك بس عشان نكمل موضوع الزمالك بس نرجع لحته اللعيبه دي تمام نتكلم زمالك ولا لا لا كمل وبعدين انت عندك مثلا في الدوري المصري في ال 18 نادي مسموح لكل نادي بخمس لعيبه اجانب تمام مفهومش ولا نادي في ال 18 بيطلع لعيب بره علامه استفهام كبيره
يعني سؤال لإما الاتحاد الكرة الحالي، وده بيأثر على ظهور يعني نجوم في الفريق الأول، المنتخب وضع اللوائح دي. لا، خمسة أجانب مع احترامي كتير جدا. وأنا أعتقد كابتن حسام حسن الفترة الجاية أعتقد هيبقى عنده نظرة في الموضوع ده، وكابتن علاء نبيل كمدير فني الاتحاد. الموضوع محتاج عادة نظر سواء من مجلس الإدارة الحالي لغاية ما يكمل مدته، أو المجلس اللي جاي، أو المجلس اللي جاي. رسالة للرئيس اللي جاي، الرئيس اللي جاي لهيئة رئيس اتحاد الكورة في الانتخابات القادمة. لا، بص على الملف ده شوية. أول حاجة، عدد لعيبتك بره قليلة، خمسة لعيبة في كل نادي محترفين أجانب، ولو ضفنا عليهم وتلاتة تحت السن، وأنا 110 مليون، أنا بجيب من دول. طب إحنا ناس كتير بتتابعنا في كل مكان بأمانة، يعني ده بيقول لك طب ما الدوري الإنجليزي مليان محترفين، بيودي كام لعيب بره بقى في السنة؟ عادي جدا. ما أنا مع دوت. أنا مع الدوري المصري يكون فيه مش خمسة لعيبة أجانب، عايز أقول لك حاجة، بعيداً عن بيودي، بعيداً عن بيودي، المنتخب الانجليزي فين؟ ما بودش كتير. لا، مش دي برضه، مش دي برضه المنتخب الانجليزي. لا بس عنده مهم برضه. ما انت عندك بلينجهام دوت احسن لعيب يمكن في اوروبا حاليا، هو ده لعيب انجليزي بيلعب في ريال مدريد. زي ما قال الاستاذ شريف، يعني برضه المنتخب الانجليزي فين؟ بس بدأوا هم بيبنوا على بقى. شوف المنتخب البرتغالي، المنتخب الاسباني برضه، بيودي المنتخب الالماني. ايوه، عشان بيودي لعيبه بره خلاص، بيضعف المسابقه الداخليه. انا مش ضد ان انت تجيب خمسه لعيبه وسته وسبعه في الدوري المصري اجانب، بس انت بتودي مين؟ نقطه ثانيه، معلش، يعني انت برضو في حته الكوره في مصر حاليا، انت ما عندكش عدد لعيبه بره في اوروبا. ويمكن احنا في مقابله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب قبل ما يسافر كوت ديفوار المشاركه في البطوله، كان تم طرح الامر ده، وكان في من ضمن الاشياء اللي قالها سياده الرئيس. طيب، انت اربعه خمسه، انت كنتوا الاثنين في قطر وشفتوا كاس اسيا، وقبل كده شفتوا كاس العالم. دوري القطر مليان ما شاء الله نجوم، ورغم كده خدوا فازوا بطوله كاس اسيا. لا معلش، الدوري القطري وضع مختلف، لان انت عدد السكان قد ايه، والشريحه اللي انت او الرقعه اللي انت بتختار منها اللاعبين للفريق. مليون. لا، الوضع مختلف. انت عندك زاد بشر، يعني هل حد يشك ان مصر فيها على الاقل؟ ده خلي بالك زعل لما تبقى 110 مليون وانت مش عارف تعمل. ما هو ليه مش عارف؟ هو ده السؤال بقى اللي طيب. الكابتن علاء نبيل الفتره الجايه يلاقي اجابه ليه. كابتن علاء نبيل، انت النهارده مدير فني المنتخبات، اشتغلت عندك تجربه على مستوى الفئات السنيه او الناشئين في زد، هل اختبارات الناشئين بتتم في مصر في الانديه بالشكل كويس، بالشكل اللي يفرز مواهب؟ تطلع انت عندك 18 نادي في الدوري الممتاز او دوري النايل، قول لي على مهاجم بديل لمصطفى محمد، وقول لي على لعيب صغير 18 سنه موهبه. ما هو مفيش فرص. لا يعني واحد برق. يعني واحد اتقال عليه من هو مثلا عنده 12 سنه ولا 10 سنين يختير في اختبارات، وقال الولد دوت هيبقى مثلا امبابي كان 18 سنه بيلعب كاس عالم وقاد فرنسا لفوز كاس العالم. كابتن خالد كرم في نادي المحله لعب 16 سنه وشويه. اشرف قاسم لعب في الزمالك 18 سنه، كابتن ميدو لعب 16 سنه 17 سنه. معلش، لا رمضان صبحي نفسه اللي خلاص اللعيبه اللي لعبت منتخبات ده بدا 16 سنه و17 سنه بيلعب.